إذن أستاذ عزيز حنجاع علامة أدبية رؤية فكرية ومعرفة موسوعية تأسست باقتدار تؤسس باقتدار كبير الفضاء الثقافي المحلي والوطني رجل المناسبات الثقافية بامتياز خصوصا بمدينته العرائش وإن كانت له صولات وجولات في كل بقاع الكوكب. إن المتابع للحقل الثقافي عموما سيجد صعوبة في تصنيف توجهات أستاذ عزيز الفكرية والإبداعية، كما أعتقد أن الشخص الوحيد القادر على كتابة سيرة ذاتية للرجل متضمنة كل أعماله وإسهاماته لن يكون إلا أستاذ عزيز نفسه. فقد أصبت بالحيرة والاندهاش معا عندما حاولت الاطلاع على كل كتاباته في الصحف الإلكترونية على الأقل، وهنا سر عنوان هذا المقال: القلم الذي لا ولاء له. أقصد بالولاء هنا توجهه وهواه وملعب كتاباته، فمن يتفحص بعضا من ذكرياته أو مذكرات شبابه في مرحلة الجامعية التي كتبت لفيلم زمن الربع للمخرج الشريف طيبة الحاضر معنا هنا تحية طيبة، يستطيع تكوين فكرة عن تشكيلة هواجسه وانشغالاته وهمومه الفكرية والأيديولوجية، كما سيستجلي فيه أي فيلم تحول التاريخ الكوني لفترة التسعينات بعيون كاتب طبعا هنا نناقش 1994، لكن الحيرة والاندهاش هنا عند تفحص كتاباته ومحاضراته على رمتها ومع مرور الزمن بتراكمته المعرفية ونضجه الفكري وتغير وجهاته وانشغالاته وهمومه وقناعاته، فقد وجدت له مسرحيات من تأليفه تختلف عن بعضها من حيث الحمولة والنسق الإبداعي: أعطاب الليل، الصحيفة، قصص معشوقة، وهناك نصوص أخرى لم أطلع عليها حقيقة. كما قرأت له أبحاثا ومواد تاريخية غنية وصلبة شكلا ومضمونا وتناولا، على سبيل المثال معاهدة أسطورياس ومعركة عرائش البحرية بتبعياتها وتداعياتها على تاريخ المغرب عموما. هذه المعاهدة، هذا المقال تحديدا، المادة هي اللي جعلتني نتعرف على السي عزيز. التعرف ديالي عليه كان خلال هذه المادة هذه، يعني كنت اكتشفت فيها شي مسائل عجيبة، ودائما أصلا السي عزيز دائما صاحب المسائل العجيبة، واضطريت أنني نتواصل معه أو تشرفت أنني نتواصل معه وأعطاني التفسيرات ديالو يعني على المادة هذه بخصوص، كانت هي سبب هذا التعارف المحترم والجميل جدا. قلنا لا غراسيوسا أو معركة الجزيرة المالحة التي دارت راحها بضواحي العرائش عام 1489 بين المغرب والبرتغال، كذلك حركة التدوين التي قامت بها البعثات الأجنبية لبناء قاعدة معلومات استخباراتية عن المغرب، والتي أفادت بشكل كبير الدارسين والباحثين المعاصرين في التراث المادي واللامادي بالمغرب، كذلك المولود الثقافي اللامادي وسبل الحفاظ عليه. تجرأ الأستاذ عزيز كذلك على المعترك السياسي وكتب في صلبه وحواشيه وأفكاره، وإن بدت واضحة إلا أنها فيها من الألغام ما فيها، يحاول في مناسبات متكررة الشغال على فكر إصلاحي لمحاولة فهم المرجعيات التي تشكل النسيج السياسي المغربي والتي غالبا ما تصيبه بالإزعاج، فنجده ينبري بقلمه لرد الإزعاج بتهكم العارفين. إن صداقته لأعداء فكره وشجاعته في انتقاد معسكره يجعل منه محورا تجتمع حوله كل تيارات فارضا عليهم سلطة المحبة والاحترام. أما أفضل ملاعبه على الإطلاق في اعتقادي هو نهمه العاصف في الكتب وقراءاته النقدية المتميزة والمختلفة التي أعتبرها مرجعية، كما أعتبرها كثيرون ممن اعترفوا له بذلك من كبار الكتاب والأدباء والروائيين والمؤرخين، حتى إن بعضا من هذه القراءات النقدية تعد في حد ذاتها مواد مرجعية دسمة للدرس والنشر فيها من الحمولة والتركيز والشمولية ما يغنيك عن تصفح الإصدار الأم.